ora di sopra. الحين مثل ما احنا شايفين احنا هون مرابطين على حي جبر الدمشقي، المفتاح الواحد والاقوى لدخول العاصمة دمشق. طبعا رابطين احنا الحمد لله وصامدين رغم القصف والدمار اللي صاير عندنا بالاحياء هون، رغم الامطار اللي رب العالمين عم يهطل علينا بالخير والبرد، وصامدين والجيش عم يحاول بعدة اقتحامات انه يحاول يقتحم الحي بالبرد هذا، انه فكروا نحن قاعدين بردانين نكون ما عم نطلع النقط نربط. بالعكس نحن جاهزين لاي محاوله اقتحام وجاهزين باذن الله تعالى. مثل ما شايف نحن رابطين على عاصمة دمشق، والنظام عم يستغل فرصة الطين والمطر عشان يقتحم علينا، نحن عم نصد له الهجوم تبعه. بلا سوى بدي ولا بقى شيء عند رب العالمين. عمي رب العالمين احسن من كل شيء اليوم.